بعد انتظار دام عقودا اتخذت الرئاسة الفرنسية قرارا وصف بالتاريخي يسمح برفع السرية عن وثائق صنفت أحد أسرار وزارة الدفاع، تشمل حتى تلك المتعلقة بحرب الجزائر. هذه واحدة من توصيات تقرير المؤرخ بنجامان ستورا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. قرار جيد لكنه لا يكفي. على الحكومة فتح الأرشيف بشكل كامل لكي يعرف الفرنسيون تاريخهم، فهذا حق للمؤرخين والباحثين والمواطنين، كذلك من حق الجزائريين معرفة ما جرى خلال حقبة الاستعمار. قرار ماكرون يجيز لدوائر المحفوظات نفض الغبار عن الأرشيف حتى العام 1970، ويأتي بعد أيام من اعتراف الإليزي بمسؤولية فرنسا عن تعذيب وقتل المحامي الجزائري علي بومنجل، كما يشكل بادرة حسن نية تجاه الجزائر التي تطالب بفتح الأرشيف الاستعماري الفرنسي منذ أكثر من نصف قرن. لقد حان الوقت لتهدئة الوضع بين الطرفين من خلال إعادة قراءة التاريخ. رفع السرية عن أرشيف فرنسا لا يقتصر على المسألة الجزائرية، إنما يشكل أيضا استجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين الذين يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى الكثير من المعلومات التاريخية المختبئة تحت ختم بلون أحمر يسمى سري للدفاع. يقول المؤرخون أن معرفة الماضي مدماك أساسي في بناء المستقبل، لذلك فإن رفع السرية عن الأرشيف الفرنسي بخصوص الجزائر سيسهم بحسبهم في إذابة بعض من الجليد القابع فوق ملفات ومصنفات وتقارير من حقبة صبغت بدماء الكثيرين. محمد الحجي، العربي، باريس.